حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من القاهرة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. أهلا بك سعادة الرئيس. اختتم المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اختتموا أعمال هذا المؤتمر هذا اليوم. ما هي أبرز التوصيات وأهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر؟ طبعا مشكور أخوي على الاستضافة الكريمة. طبعا الحمد لله كانت المشاركة لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية في هذا المؤتمر كانت أمر مشرف للغاية، وكانت مشاركة كبيرة يعكس ما تحملون مسؤولية كبيرة تجاه شعوبهم. طبعا بالنسبة لمخرجات المؤتمر أخوي الكريم، هي عبارة عن وثيقة تحت عنوان وهي برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن. طبعا حرص البرلمان العربي على استثمار هذا المؤتمر مهم من أجل الخروج برؤية برلمانية عربية موحدة تجاه القضايا والتحديات المشتركة التي تواجهها أمتنا العربية، وهذا ما تضمنه الوثيقة الصادرة من المؤتمر. طبعا الوثيقة تم إعدادها قبل مناقشات من قبل لجنة مختصة تمثل لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، تضمن ثوابت ومحددات الموقف العربي تجاه 14 قضية تمثل قاسم مشترك بين التحديات والأزمات التي تواجهها أمتنا العربية. تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات والصراعات في الوطن العربي، خاصة الأزمة اليمنية والليبية والسورية والسودانية. كما تضمنت الوثيقة مكافحة الإرهاب والحكم المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فبنت الكثير من الأمور. طبعا هذه الوثيقة سترفع للاجتماع القادة العرب اللي سيعقد في الجزائر في العام هذا العام. طبعا يحرص البرلمان العربي أن يتواجد في هذه المحافل وأن يقوم بدوره في الدفاع عن القضايا العربية ضمن استخدام الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة في المحافل الدولية. وطبعا المؤتمر هذا بالنسبة لنا نعتبر خارطة طريق ومهم، خاصة في وجود هذا الكم تقريبا 17 رئيس برلمان عربي موجود في هذا المؤتمر، إضافة إلى كان هناك الكثير من الشخصيات العربية اللي حضرت هذا المؤتمر. برلمان طبعا استغل في إبراز دوره وتقديم خططه والكثير من المبادرات اللي قام بها. طبعا تم تقديم جوائز لبعض المبادرات العربية تشجيعا من البرلمان العربي للمبادرات الكبيرة التي كان لها مردود كبير على مستوى الوطن العربي أو الإقليمي أو الدولي. نحرص دائما أن نكون قريبين من الجميع، خاصة البرلمانات العربية، لكي نعمل معهم بشكل متساوي وبشكل كبير لدعم القضايا العربية. شكرا جزيلا لك من القاهرة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.